سلام الله عليكم مشاهدي الأفاضل، وأهلا بكم معنا إلى برنامجكم قالت الصحف، والذي سنحاول وكالعادة تسليط الضوء على أهم العناوين التي جابت الصحف المغاربية. ونبدأها بالصحافة الجزائرية والتي تكلمت جلها على زيارة فالس إلى الجزائر، والتي أعقبتها أزمة سياسية على خلفية نشر جريدة لوموند صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهذا على خلفية ظهور وزيره وزير الصناعة بوشوارب ضمن قائمة بما يعرف بوثائق بنما. إذن نبدأ بجريدة التحرير التي كتبت ملفا تعويض ضحايا رجان والأرشيف بأجندة فالس، هذا خلال لقاء وزير المجاهدين بالوزير الفرنسي المكلف بقدماء المحاربين والذاكرة. وفي عنوان آخر وحول الأزمة المستمرة بين الأساتذة المتعاقدين والوزارة، تكتب التحرير: فيما أحزاب سياسية دخلت على الخط وتضامنت مع المتعاقدين، بن غبريت متمسكة بقرار اجتياز المسابقة. كما نقرأ في عنوان آخر حول تسريبات وثائق بنما وتورط وزير الصناعة بوشوارب في التهريب الضريبي: التشكيلات السياسية بين مطالب بالإدانة ومتحفظ. إلى الخبر: ودائما في ظل زيارة فالس، فقد رافقته ضمن وفده الوزاري نجاة فالو وزيرة التربية، والتي تكتب عنها الخبر أنها أحرجت بن غبريت بعد اعترافها أن فرنسا مشرفة على إصلاح التعليم في الجزائر. ونقرأ في ملف الخبر أن الجواز البيومتري وتكلفته الغالية التي كلفت خزينة الدولة أموالا طائلة، إلا أنه لم يشفع للجزائريين عبر الإهانات التي يتعرضون لها في المطارات الأجنبية، وعنوان: الجزائري إرهابي حتى تثبت براءته. كما يتألم القارئ دائما حين يقابله عنوان مثل الذي نشر في أعلى صفحة الخبر، ونتساءل: لماذا لم تتحرك الوزارة الوصية ولا مصالح الأمن لمحاصرة إرهاب الطرقات؟ ونقرأ: 10 قتلى و12 جريحا في حادثي مرور بمسيلة ووهران. مون جورنال وجريدتي الصحيفة الإلكترونية تبرز الصورة التي نشرها فالس في تغريدته بموقع تويتر، وتترجمها الجريدة بتساؤل على شكل عنوان: من ينقذ هذا الرجل العجوز من مخالب شقيقه وزمرة صعاليك؟ وعنوان آخر نقرأه في جريدتي حول السؤال الذي أرسله النائب البرلماني حسن عريبي لوزير الداخلية، والمتعلق بقضية رد الاعتبار لضحايا معتقلة الصحراء بالجزائر عقب انقلاب 92، تماما مثل اقتراح سعداني لرد الاعتبار لمسؤولين أو المسؤولين الذين طردوا وأهينوا من قبل المخابرات الجزائرية عبر تلفيق وتزوير تقارير ضدهم حسب زعمه، وعلى رأسهم شكيب خليل الذي تم غسل عظامه في زاوية بالجلفة. وكان رد وزير الداخلية بدوي على النائب حسن عريبي أن السؤال غير مؤسس لأنها قضية شخصية. إلى البلاد ودائما حول زيارة فالس، تقول أنه جاء فارغ اليدين، وعنوان: عريض مجرد وعود. كما نقرأ تصريحات وزيرة التربية الفرنسية التي أحرجت بن غبريط بقولها أنها مشرفة على إصلاح المدرسة الجزائرية. وفيما يخص الأساتذة المتعاقدين، نقرأ في البلاد: معتصبو ميدان الكرامة يرفضون مقترحات الوزارة. الرائد تتضامن مع البلاد وتقول: فرنسا تكتفي بالأقوال وتبيع الجزائريين الأوهام. كما نقرأ عنوان آخر يؤكد العنوان الأول: فالس يعلن تضامن بلاده مع بوتفليقة ويدعو إلى طي صفحات الماضي، حيث قال نحو التكفل بضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية. عنوان يكشف الأزمة الكبيرة التي تعصف بجدار الأرندي، حيث انتقد معارضوه يحيى فشله في تسويق مبادئ الحزب وأفكاره داخل المجتمع الجزائري، ويهددون بتعطيل المؤتمر الاستثنائي. إلى الحياة: كانت متنوعة، وزيادة إلى زيارة فالس وتصريحات سلال الذي قال أن المساس برئيس الجمهورية خط أحمر، وتقول أيضا أن الجزائر وقعت 26 اتفاقية بين الحكومتين، وهذا غير مطابق لما نشرته باقي الصحف الجزائرية التي قالت ما هي إلا 16 اتفاقية، فيما تأخر مشروع مصنع بيجو. اسم آخر تكشف عنه الحياة في قضية أوراق بنما، ألا وهو نجل الرئيس الأسبق الجزائري الشاذلي بجديد،
والمدعو توفيق بن جديد. كما نقرأ في الحياة عن منع مواطنون من مدينة البيض مستقبل الوزير السابق للطاقة شكيب خليل أو رئيس الزاوية، منعوه من زيارة زاوية سيدي الشيخ في البيض. الوطن تقول في عنوان عريض التضحية بمصنع بيجو، كما فتحت ملف محمد بجاوي وزير الخارجية الأسبق والذي اعترف في حوار لقناة فرنسية في باريس أنه مسؤول عن إقحام رجل الأعمال المثير للجدل بيير فالكون في التعاملات التي وقعت في الجزائر في الثمانينات والتي خسرت فيها الخزينة الجزائرية أو الجزائر حوالي 11 مليار دولار. وفي هذا السياق نددت الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد في مقال بجريدة الخبر بهذا هذه التصريحات، ونشرت بيانا تطالب من خلاله محاسبة ومحاكمة محمد بجاوي عم فريد بجاوي الضالع في قضايا فساد. ولمناقشة أبرز وأهم هذه المواضيع ينضم إلينا من فرنسا عبر خدمة سكايب الكاتب والصحفي هشام عبود ومدير جريدتي الآن أصبحتا جريدتان إلكترونيتان، جريدة مون جورنال وجريدتي. بعد الترحيب بك أستاذ هشام عبود، عنوان مثير في جريدة اليوم: من ينقذ هذا الرجل العجوز من مخالب شقيقه وزمرة صعاليك؟ لماذا اخترت أنت الصورة التي نشرها مانويل فارس في موقعه تويتر في تغريدته الأمس؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخترت هذه الصورة لأنها هذه الصورة أخفتها وسائل الإعلام الجزائرية على الرأي العام الجزائري، ولا بد أن يعرف المواطن الجزائري الوضع الصحي الذي هو فيه الرئيس الجزائري. ونشرت داخل الموقع بعد يعني الصفحة الأولى داخل صفحة الصفحات الداخلية صور أخرى للرئيس وهو في حالة يرسلها، وأعتقد أن الرئيس اليوم في خطر، لا بد من إنقاذه من هذه الزمرة التي وصفتها بزمرة صعاليك، لأنه لا يوجد إنسان له مشاعر إنسانية يسمح لنفسه بوضع رجل عجوز مثل هذا في هذه الوضعية، ويجعل الجزائر مضحكة. يعني اليوم الصباح في إذاعة فرنسية سخرت من الجزائر وسخرت من الرئيس الجزائري، هذا اللي يراه السي تلال يقول هذا خط أحمر ما يجوش نمسوا به. هذيك اليوم الإذاعة الفرنسية تسخر من الوضع اللي فيه بوتليقة، من النظرة تاعه، من الجلسة تاعه، من كل شيء. يعني كفانا إهانة، كفانا إهانة، خذوا للراجل يرتاح. إذا ما هوش قابل للراجل يرتاح، لابد أن يكون هناك رجال لإنقاذ الجزائر ورئيسها. هذا حتى أنا لم أعترف به كرئيس، ولكن أنا لا يمكن أن لا أعترف بالجزائر كبلد، ووضع هذا الرجل على رأسه، وبالتالي هو رئيس الجزائر شأنا أبينا، فلا بد من إنقاذه وإنقاذ الجزائر. يعني صورة تويتر لمانويل فالس، احنا شفنا أنه يقول أن العلاقات الجزائرية الفرنسية الاقتصادية الإنسانية والأمن قوية تاريخيا واستراتيجيا، حين يضع صورة للرئيس هي من أسوأ الصور للرئيس، اختار هذه الصورة ليضعها على حسابه في تويتر، الملايين اطلعوا عليه ويقول أن العلاقات قوية، هل هي قوية من جانب واحد؟ يعني هذا ما يقصده فالس في نظرك؟ صورة معبرة، يعني خير قل لك رب صورة خير من ألف كلمة. شوف، فرنسا ترسل لنا رئيس وزراء شاب من مواليد الستينيات، ويلتقي رجل عجوز مريض في العقد الثامن من عمره، تلميذ على مدار 80 سنة، وماهوش قادر لا يتكلم ولا دخل. ها هي يعني الموقع تاع فرنسا، وها هي الجزائر بالمقابل. ولما نقولوا لماذا اختار هذه الصورة؟ ليس هناك صور أخرى. هل تريدون أن يزور فالس هو الآخر صور الرئيس؟ هذه هي صورة الرئيس، هذا هو حال الرئيس.
يعني انت قلت ان فرانس انتر كانت تسخر من الرئيس هذا الصباح في قضية كلامه، واظهروا انه في صحة يعني متدهورة جدا، لكن هذا لم يمنع البلدين من إمضاء اتفاقيات. الحياة تقول 26، باقي الجرائد يقولون أنه 16 اتفاقية. مشروع بيجو ينتظر، فيما ذهب بوشوارب لمشروع الألمان مع فولكسفاجن. يعني أليس كان يعني من الأجدر والحكومة الجزائرية تسوية الأزمة السياسية قبل الذهاب في اتفاقيات اقتصادية، خاصة فيما يتعلق بوزارة التربية المثيرة للجدل هذه الأيام؟ هي بالنسبة للعلاقات الاقتصادية والصفقات الاقتصادية والتجارية التي تم إبرامها بين الجزائر وفرنسا، كلها هي في المجموع كله 6000 صفقة، ناس 6000 صفقة، ماشي 500 ماشي 100 ماشي 200، 6000 المجموعة. ولكن المشاريع الكبرى لا تتم مع الجزائر، تتم مع المغرب، تتم مع دول أخرى، ولكن لا تتم مع الجزائر، لأنه الجزائر لا تضمن استقرار لا سياسي ولا اقتصادي ولا اجتماعي. والفرنسيين يعلمون جيدا أن الجزائر على حافة البركان، وانه بين عشية وضحاها يمكن ان ينفجر الوضع في الجزائر. وبالنسبه للتعامل في مجال التعليم، يعني وزيرة التعليم الفرنسية وهي مغربية الاصل، يعني لقنت سيدة بنغبري درسا في المجال، وأكدت للرأي العام الجزائري أن مصلاح المنظومة التربوية الجزائرية يتم عبر باريس وليس عبر جهة أخرى، وليس جزائريا هذا الإصلاح. نعود دائما نبقى في جريدتي لكي نخرج من زيارة فالس. أنتم نشرتم سؤال بعث به النائب حسن العريبي لوزير الداخلية بدوي، يطالب فيه بإعادة الاعتبار لمعتقلي الصحراء، لكن الرد كان مخيبا. لماذا في نظرك؟ ما دام تلموا على إعادة الاعتبار للإطارات التي ذهبت ضحية سياسة ويحيى في مطلع التسعينيات، وإعادة الاعتبار لأحد رموز الفساد شكي بخليل، و نطالب فرنسا بتعويض لضحايا رجال تجارب رجال، لماذا لا نريد نرد الاعتبار لأكثر من 10,000 جزائري زج به في محتشدات الصحراء في ظروف يعني كل ما يقال عنها انها ظروف لا انسانيه. والسيد العليلي اتصل به بعض الاخوان وهو مشكور على كل حال، لما طلب بمساءله وزير الداخليه حول اعاده الاعتبار لقدماء معتقلي مخيمات الصحراء. ولكن رئيس المجلس الوطني الشعبي في العربي والبخليطه اخترق القانون، خرق القانون ولم يحترمه، ورفض ان يتم هذا السؤال من طرف السي حسن العريبي بحجه ان السؤال شخصي، ولكن هو ليس بسؤال شخصي، فانه تحجج ببند في القانون يمنع طرح الاسئله الشخصيه، ولكن هذا السؤال يهم اكثر من 10,000 جزائري. هو سؤال شخصي، ولكن هذا التحرك من طرف العربي والخليفة، ومعروف على العربي والخليفة انه دائما يتعرض لهذه. يعني انت تقول انه كيل بمكيالين، شكيب خليل يبرأ في زاوية، وهؤلاء المعتقلين اصبحوا امورا شخصيه. ما علاقه حسن العريبي بهؤلاء المعتقلين؟ يعني هل يقربون له؟ هل هي صله رحم مثلا؟ لا، اولا حسن العريبي هو نائب على من ولايه صقالة،
ويتكلم باسم كل المعتقلين الجزائريين من غربها الى شرقها ومن شمالها الى جنوبها. ودوره هنا دور النائب البرلماني اتصل به بعض الاخوان، فكان عليه ان يلتزم عكس برلمانيين اخرين، ومن المفروض ان يتخذ نفس الموقف البرلمانيين الاخرين حتى تكون هناك قوه دافعه لاعاده الاعتبار لقدماء المعتقلين. جميل. موضوع اخر يكتسح الصحافه الجزائريه اليوم هشام عبودية، تصريحات محمد بجاوي وزير الخارجيه سابقا، تكتب الوطن ناطقة بالفرنسية، تقول الذئب في الحظيرة الجزائرية كان قد أقحمه في التجارة أو تجارة السلاح. هذا الوزير وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي أقحم بيير فالكون رجل الأعمال المعروف. اليوم جمعية الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد تكتب في الخبر وتقول تدين تصريحات وزير الخارجية وتخرج ببيان وتقول يجب محاكمة ومحاسبة هذا الوزير، وتتساءل بأي حق تتوسط لتاجر سلاح فالكون يبجاوي. ما هي قراءتك لهذا الموضوع هشام؟ قراءتي لهذا الموضوع أن ما قام به محمد الجاوي وهو في منصب رئيس المجلس الدستوري شيء منطقي ينسجم مع السياسة المبنية على الفساد منذ صعود بوتفليقة وزمرته إلى سلة الحكم. أنا أتساءل وتساءلت جمعية مكافحة الفساد السيد جلالي حجاج، كيف لرى رئيس مجلس دستوري أن يربط علاقة بين واحد يعني صاروخ هذا سندينيكو، هذا كان عمل الحبس دخل الحبس بتهمة الفساد ومنبوذ من طرف فرنسا ومشاخ تحت الجنسية الأنغولية باش يمثل أنغولا في اليونسكو، ويجي يتوسط يتوسط له محمد بجاوي باش ياخذ ثلثي مشروع طريق السيارة. يعني ما زلتي ما من المفروض المشنقة وقليل عليه كيف وكيف الآخرين وتقول ولا واحد يتحرك. اما بك هذا الشعب الجزائري انه يثور في وجه هذا الفاسدين، شوفوا نصر الفاسد رئيس مجلس الدستوري اللي موقع في رمز الدستور يجي هو يدخل ويربط علاقه بين احد كبار الفاسدين الفرنسيين المنبوذ من المجتمع الفرنسي ومن الدوله الفرنسيه ويدخلوا باش ياخذ اموال الجزائريين. ومن بعد يعني واش بقى لنا نديروا؟ ما بقى لنا الا نسكتوا والا نثوروا. اللي فيه شويه حرام هذا ما كان يجيب لك رئيس عازز مطبطب خلاص ويقدموه لك الناس، سيدي هذا يسرق الناس. جميل. الوقت يضغط علينا هشام، بدون شك سنعود الى هذا الموضوع في ربما برامجنا القادمه. اليوم الثامن اليوم من إضراب الأساتذة المتعاقدين، وبن غبريت تهدد وتقول أن تهددهم بعقوبات وإجراءات صارمة، هذا نقراها في جريدة التحرير، قد تصل إلى حد الفصل، وهم كذلك متمسكون بقضية الإدماج ولن يحيدوا على مطالبهم. هل هو الجمود فعلا؟ هل من حل في نظرك هشام؟ أعتقد بالنسبة لموضوع المتعاقبين سيكون له مثل ما حصل لكل الشرائح الأخرى التي خرجت للشارع تتظاهر تطالب بحقوقها ولكنها لم تجد سند شعبي ولم يلتف حولها الشرائح الاجتماعية الأخرى. من المفروض أن هذه المتعاقبين المعلمين هلما يجدوا تدعيم وتضامن من طرف كل الشعب، ولذلك نشوفوا انه حتى المعلمين الاخرين ما يتضامنوش معاهم، يعني وليت البلاد هذه تختار سي وضرب، هذه هي الشعب ينتهي السياسه تختار سي وضرب، والنظام ينتهي السياسه الاحتقار والفساد. هذه وين رايحه بالجزائر؟
هشام عبود الكاتب والصحفي ومدير جريدتي مون جورنال وجريدتي، كلمتنا من فرنسا، نشكرك جزيل الشكر. وننتقل بحضرتكم إلى تونس، ومعنا زميلنا من هناك غفران الحسيني. أهلا بك غفران. ميلي عادل، تحية إليك وإلى كافة السادة المتابعين. نستهل جولتنا في الصحافة التونسية الصادرة اليوم بصحيفة التونسية التي أجرت حوارا مع الدكتور عادل خزر المدير العام لمعرض تونس الدولي للكتاب تحت عنوان يجب أن يصبح الكتاب هاجس الدولة. تطرق عادل خزر إلى هذه الدورة الأخيرة من أيام معرض تونس الدولي للكتاب قائلا أن الجديد في مستويات متعددة أبرزها البرامج الثقافية لهذه السنة التي وجدت في معرض تونس الدولي للكتاب. القطب الأول في الأنشطة الثقافية التي تغيرت وأصبحت تشاركية مثل ما ذكر، فنحن اليوم لم نفكر ولم نعد ننجز هذا كشرط أساسي، بل المبادرات الثقافية تأتي من الجامعات والكليات. واعتبر عادل خزر أن هناك تطورا كميا ونوعيا في الإقبال على معرض تونس الدولي للكتاب، إلا أن هناك تراجعا في مشاركات دور النشر العربية الكبيرة، وأن صناعة القارئ العربي تحتاج إلى من يرشدها إلى الكتاب الجيد، وطالب بتوحيد سياسات الدول العربية التي ما زال التعامل مع الكتاب مختلفا من دولة إلى أخرى. في موضوع آخر كذلك من الشروق، نقلت عن رافت الغنوشي قوله نتائج تحقيقات وثائق بنما ستغير المشهد السياسي في تونس، حيث ذكر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن نتائج التحقيقات في أوراق بنما ستغير المشهد السياسي في البلاد. وجاء هذا التصريح على هامش مشاركته في إحياء الذكرى 78 لعيد الشهداء. وأضاف الغنوشي التونسيون ليسوا أقل حرصا من بقية الشعوب على نقاء الحياة السياسية التي إذا تلوثت فلابد من عملية تطهير لهذا التلوث. ننتقل الآن إلى صحيفة الشروق وتحت عنوان تونس الأولى في شمال إفريقيا والسابعة إفريقيا، بلد 6500 مليونير والسبعين ملياردير غارقا في الفساد. كشف تقرير صادر عن مؤسسة الإحصاء الأمريكية أن عدد المليونيرات في تونس ارتفع بعد الثورة ليبلغ 6500، في حين تعدى عدد المليارديرات إلى 70 لتحتل تونس بذلك المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والسابعة إفريقيا. وتابعت الشروق أنه من المفارقات العجيبة في تونس أنه رغم الركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ 5 سنوات، فإن عدد الأثرياء في تصاعد مستمر قدرت بأكثر من 6500 مليونير و70 ملياردير كما ذكرنا. واعتمدت مؤسسة الإحصاء الأمريكية على مقاييس عالمية تعتبر الشخص قد تجاوزت ثروته المليون دولار مليونيرا، في حين تصنف كل شخص تجاوزت ثروته المليار دولار مليارديرا. وتابعت الصحيفة تتكدس في تونس ثروات قدرها المعهد ب 14 مليار دينار و871 مليون دينار، تقريبا نصف ميزانية الدولة. وتناولت الصحيفة موضوع تبييض الأموال والتهرب الضريبي وفساد الأغنياء الذي ورط معه الفقراء في تونس. أما صحيفة الصباح الأسبوعي تناولت مسألة التعذيب في تونس تحت عنوان فقدنا زميلنا غفران الحسيني من تونس، ولكن للتعرف عن قرب على ما تداولته بعض الصحف المغربية لدينا نبيل عبد اللوي من المغرب ليوفينا بأهم التفاصيل. أهلا بك نبيل. مرحبا بك زميلي عادل وبجميع السادة المشاهدين. أبرز العناوين التي تصدرت الصحف المغربية الصادرة اليوم نستهلها بيومية الاتحاد. البرلمان يصادق لأول مرة في تاريخه على مجلس الوصاية يضمن استمرارية الدولة ونظام الحكم. فقد صدق مجلس النواب بالإجماع في جلسة عمومية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية، وهي المرة الأولى في تاريخ المجلس التي يناقش ويصادق فيها على قانون من هذا النوع طبقا للدستور الجديد. إذ جرت العادة أن يمرر القانون بظاهر ينشر في الجريدة الرسمية دون أن يكون للبرلمان أي دور في الأمر. وتم تقديم القانون الذي سبق للحكومة أن أحالته على الأمانة العامة
من طرف الأمين العام إدريس الضحاك، الذي أوضح في معرض تقديمه لهذا المشروع أنه يندرج في إطار المبادرات التشريعية الهادفة إلى تنزيل مقتضيات الدستور، لا سيما تلك المتعلقة بالقوانين التنظيمية. ننتقل إلى يومية رسالة الأمة. النقابات تستعد للقاء رئيس الحكومة وتتشبث بمطالبها العشر دون تجزيء، حيث يجتمع اليوم زعماء المركزية النقابية من أجل توحيد كلمتهم والاتفاق على التشبث بالمطالب العشر دون تجزيء خلال لقائهم برئيس الحكومة يوم غد. وفي هذا السياق أكد مصدر نقابي أن اجتماع اليوم يندرج في إطار التحضير لجلسة الحوار المقررة غدا مع رئيس الحكومة، الذي اكتفى بتوجيه الدعوة للنقابات دون أن يطلعها على جدول الأعمال الذي ستتم مناقشته، مشيرا إلى أن لائحة المطالب النقابية واضحة، وسبق أن كانت موضوع مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة. نتحول إلى يومية الحركة. إلغاء قرار المحكمة الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي يتطلب مسارا قضائيا طويلا، حيث قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش إن التطور الوحيد المسجل بشأن قرار المحكمة الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي هو قبول طلب الاستئناف من طرف محكمة العدل الأوروبية. وقال أخنوش في تصريح الصحفي إن آخر تطور في الملف يرجع إلى 9 مارس 2016، وهو تاريخ نشر طلب الاستئناف بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. ننهي جولتنا في الصحف المغربية الصادرة اليوم بيومية لوماتا. الباترولا تطالب بالإسراع في إخراج قانون الإضراب. فعشية جلسة الحوار المرتقبة غدا التي دعا إليها رئيس الحكومة المركزية النقابية، قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب المعروف بالباترونا مقترحاته إلى عبد الله بن كيران، وتهم عددا من النقاط الأساسية بالنسبة إليه، خاصة ما يتعلق بنصوص تنظيمية أو بالنظام الضريبي وأيضا التكوين. هذا زميلي عادل أهم العناوين البارزة التي ميزت الصحف المغربية الصادرة هذا اليوم. نبيل عبد اللهوي مراسل قناة المغربية من المغرب، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول كذلك لزميلنا من تونس غفران الحسيني. وإليكم الآن ركن الكاريكاتير وأهم الرسومات التي اخترناها لكم، تابعوا معنا. نهاية قناة الصحف، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.